كويس كده احسن كده احسن كده احسن كده احسن كده احسن. طيب نشوف كده كده احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل تست صوت. الو الو الو. اولا يعني مجموعة من الناس يجتمعوا عشان يعملوا حاجة معينة. طيب لو مجموعة من الناس اجتمعوا عشان يعملوا حاجة معينة الدنيا هتبوظ. صح ولا لا؟ طيب في البداية بس عايز أشير لجزئية مهمة وقاعدة لو كلنا انتبهنا ليها هتعمل نقلة نوعية في تاريخ كل إنسان يهتم بالقاعدة. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اليوم فيه كام ساعة؟ 24 ساعة صح؟ طيب يقدر حد يخلي اليوم أكتر من 24 ساعة؟ ها؟ اللي موافق إن ممكن حد يخلي اليوم أكتر من 24 ساعة يرفع إيده. كويس. واللي شايف إن مستحيل اليوم يكون أكتر من 24 ساعة يرفع إيده. هنا حد رفع هنا حد رفع. طيب هو اليوم الطبيعي فيه ان هو 24 ساعة ولكن من عدل الله سبحانه وتعالى انه اي انسان في الدنيا لو حط هدف وحطه 50 خط تحت الكلمة دي لو حط هدف ايا كان هيعرف يعمله. فخلينا نجرب لو انا حطيت هدف ان انا اخلي اليوم 48 ساعة بلاش 48 خلينا نزوده شوية. لو حطيت هدف ان اخلي اليوم في اسبوع اللي هو 24 و7 عشان انا صايم ساعة ها يبقى كام ساعة؟ 24 و7 كام؟ يا مهندسين ها؟ ايه الراجل اللي جاي عمال يسألنا في الحساب ده؟ لو انا عندي اليوم وناوي وحطيت هدف ان انا اخليه 7 ايام نفترض ان في بروجكت موجود مطلوب مني او عمل مطلوب مني يستغرق 7 ايام شغل استطيع ان انا العمل ده اخليه يخلص في يوم واحد لو خليت 7 اشخاص يشتغلوا معايا في نفس العمل وقسمت الحاجات على 7 اشخاص صح ولا غلط؟ نفترض ان في كتاب الكتاب ده 100 صفحة خلاص 70 صفحة واليوم بياخد 10 صفحات ترجمه لو ضغطت على نفسك وجبت اخرك هو اخرك في اليوم 10 صفحات يبقى انت عشان تترجم الكتاب محتاج 7 ايام ويخلص الكتاب فلو انت حطيت هدف انا اخلص الكتاب في يوم هتجيب 7 اشخاص كل شخص يترجم جزء من الكتاب وبالتالي ممكن تخلص الكتاب كله في يوم زي ما ساعات بعض الناس اللي عندهم وعي في الدين بيجوا في رمضان في مسجد ويعملوا ختمة للقرآن في ساعة. يعني يعمل ختمة للقرآن في ساعة بيقسموا بعضهم 30 مجموعة وكل مجموعة تقرأ جزء معايا بنية ختم القرآن في ساعة بيعملوها بعض المساجد في ليلة القدر. يبقى المسجد كله خد ثواب ختم القرآن والجماعة كلها خدت الثواب. معايا؟ في نقطة مهمة أوي لازم ناخد بالنا منها. ودي من أكبر النصايح اللي فادتني في حياتي وهي سبب تطور كبير حصل لي شخصياً في حياتي. المايك بيقع.
ان النصيحة دي صدقوني ان هيعمل بيها حياته هتتغير تغير جذري، وسرعة تطوره في حياته هيبقى رائع جدا. اي حاجة ينفع غيرك يعملها خليه يعملها، واعمل الحاجة اللي ما ينفعش الا انت بس تعملها. عيد تاني. اي حاجة ينفع غيرك يعملها خليه يعملها، وانت اعمل الحاجة اللي ما ينفعش غيرك يعملها. هتذهل من سرعة تطور حياتك يوم بعد يوم. راجع كده الأسبوع اللي فات في آلاف الحاجات العادية اللي ممكن أي حد يعملها أنت عمال تضيع فيها وقت، ومش فاضي تبدع في الحاجة اللي أنت الوحيد اللي بتعرف تعملها. فأنت ممكن تشتري وقتك من دلوقتي حتى وأنت طالب بإنك تخلي حد يعمل لك حاجات معينة وتديله فلوس. انت بتشتري حاجة عظيمة جواك، مخك، فكرك، ابداعك اللي لا يساوي مال الدنيا. معايا؟ لو انت عملت كده، وحتى ما بينك وبين اصحابك، قرايبك، اي حد جبت حد مخصوص يعملك حاجات معينة انت تعملها روتينية في مضيعة وقتك، واهتميت بس بتطوير نفسك في حتة معينة بتاعتك انت بس، بعد سنة بالظبط هتعمل حاجة تجيب لك 20 ضعف الفلوس اللي صرفتها في السنة كلها. السنة اللي بعدها لو فضلت ماشي بنفس الطريقة هتعمل حاجة تجيب لك 1000 ضعف الفلوس اللي دفعتها في السنتين، وهكذا. لأنك ما بتعملش غير اللي أنت مبدع فيه بس. فالسنة دي هيبقى السنة اللي بعدها إبداعك بقى مضروب في 20، السنة اللي بعدها هيبقى مضروب في 1000، السنة اللي بعدها هيبقى كذا وكذا وكذا. ودي فايدة العمل الجماعي، إن كل إنسان عنده حتة بتاعته. ليه أقعد أعمل كل حاجة؟ أنا عارف إن ثقافتنا العربية ربطنا على إن أنا أبقى وان مان شو. يعني لو أنت فكرت تعمل شركة هتلاقي أنت اللي عمال تختار المكان، وأنت اللي بتدفع الإيجارات، وأنت اللي بتتابع الإيميلات، وانت اللي بتعمل الدعاية، وانت اللي قاعد بتستقبل الناس، وانت اللي بتعمل الشغل لو لقيت الوقت. صح ولا غلط؟ فاللي بيحصل ان احنا غياب مفهوم العمل الجماعي اللي الدين، وعلى فكرة الدين بتاعنا، لان العمل الجماعي بيوفر وقت رهيب، وهو اكبر ثروة موجودة في مصر هي الجماعة. يعني احنا عندنا ثروة جماعة. ثروة الجماعة دي ثروة لا تقدر بثمن. اللي كانوا زمان في النظام السابق بيحرمونا بيها، بيقول لك تنظيم الناس. معلش. بره في الصين اهتموا بثروة الجماعة. دلوقتي أمريكا مرعوبة من سرعة تطورهم ومش عارفين يوقفوهم. أي حاجة بتتعمل بتتعمل. كل واحد بيفكر في المجال بتاعه، أي حد بيقف قدامه مشكلة تلاقي 50 واحد شغالين في الموضوع، وكل واحد بفكرة، كل واحد بحل. وبالمناسبة من عدل الله سبحانه وتعالى لما تشتغل مع جماعة بروجكت معين، كل واحد فيكم عنده ريسيفر فعاله بيستقبل أفكار وإبداعات. فلما الجماعة تتبادل هذه الأفكار بيحصل نمو وطفرة غير طبيعية في عدد المعلومات داخل الجماعة. هدي مثال بسيط عشان المعلومة تكون واضحة. لو أنا دلوقتي معايا موبايل، وحد فيكم معاه موبايل، وأنا عجبني الموبايل بتاعه وهو عجبه الموبايل بتاعي، فقررنا نتبادل الموبايلات. المحصلة النهائية أنا معايا موبايل وهو برضه معاه موبايل. طيب سيبك من الموبايل، أنا معايا 10 جنيه وهو معاه 10 جنيه، بس العشرة جنيه بتاعتي جديدة والعشرة جنيه بتاعته قديمة. قررنا نعمل تبادل، هو خد العشرة جنيه بتاعته وأنا خدت العشرة جنيه بتاعته.
المحصلة أنا معايا 10 جنيه وهو معاه 10 جنيه. طب نشوف حاجة تانية، لو أنا معايا تفاحة وهو معاه مكاية وقررنا نعمل تبادل، يا إما أنا هاخد منه المكاية وهو ياخد مني التفاحة، يا إما هنقسم تفاحتي بالنص وهو يقسم مكايته بالنص، يبقى أنا نص تفاحة نص مكاية وهو نص تفاحة نص مكاية، صح؟ ده قانون في الماديات إلا المعلومات. المعلومات فيها سحر. لو أنت معاك معلومة وأنا معايا معلومة واديت لك المعلومة اللي عندي وأخدت المعلومة اللي عندك، إحنا الاتنين كسبانين، أنا معايا معلومتين وأنت معاك معلومتين. دي ما بتحصلش في أي حاجة إلا في الفكر والمعلومات. لو انت عندك 4 معلومات جداد وانا عندي 4 معلومات جداد وتبادلنا المعلومات، انا هخرج ب8 وانت هتخرج ب8. طب لو احنا مجموعه من 7 اشخاص شغالين في بروجكت معين او في عمل معين وكل واحد فينا جات له معلومه، لو قعدنا مع بعض، وعليكم السلام يا جماعه، لو قعدنا مع بعض وتبادلنا هذه المعلومات بعدد المجموعة، كل واحد فينا هيخرج بكم رهيب من المعلومات. كل واحد هيخرج ب7 معلومات. عشان كده حرم الدين كتم العلم. اللي بيؤتى علم ويكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لأنه قتل سرعة توالد المعلومات. وبالمناسبة لو انا عندي معلومه، عارفين طبعا اللي بيسموه العلماء برين ستورمنج او العصف الذهني، لو انا عندي معلومه وانت عندك معلومه وقلناهم لبعض هنخرج معلومتين، صح؟ لا، ده بمجرد التبادل هيجي لي معلومه ثانيه لما افهم معلومتك بعد ما تضيف لي معلومتي، وانت لما تضيف لك معلومتي حاجه هتطلع ب2 وانا اطلع ب2، نكلم بعض نخرج 4 5، هتلاقي المحصلة لو قعدنا بس خلوا 2 مع بعض يقعدوا يتكلموا في موضوع، كل حد يقول فكرة، وأتحدى لو خرجوا الاتنين بأقل من 10 معلومات جديدة. لأن المعلومات عاملة زي البذرة، بتغذي بعضها وبتنبت بعضها وبتتكاثر بسرعة. عاملة زي الخلايا بالظبط، عاملة زي كل المخلوقات، سرعة تكاثر المعلومات سرعة لحظية لأنها بتتم في مجال الطاقة، ملهاش علاقة بالمجال المادي بتاعنا. وبالتالي لما انا اكون مدرك المعلومه دي وعارف الاساسيات اللي بيتم عليها شغل الجماعه، يعني هديكوا امثله مهمه قوي عشان نعرف الفايده العلميه للجماعه وازاي الدين ضغط عليها قوي واصر عليها قوي عشان يقوي مفهومها عندنا. عندك العباده اللي بنعملها اللي هي اهم اركان الاسلام اللي هي ايه؟ الصلاة، صح؟ يقوم الدين يقول لك لو انت صليت جماعة ثوابها أكتر بكتير. طيب، ولأن سيدنا محمد قال إن ثواب الجماعة أكتر، ففي ناس بتعملها وناس ما بتعملهاش. ولأن ربنا سبحانه وتعالى عارف إن في ناس هتعملها وناس مش هتعملها، أجبرنا نعملها كل يوم جمعة. فرض عين على كل مسلم ينزل يصلي الجمعة ويقعد في الجماعة عشان يكون متبرمج على العمل الجماعي. بالمناسبة العمل الجماعي بيقول لك خبراء الإدارة، الإدارة على فكرة أحد فروع علم النفس الصناعي، وأنا فوجئت إن أنتوا مش بتدرسوا في الجامعة، أنا مستغرب، المفروض إن في هندسة في فرع فروع علم النفس، علم النفس الصناعي مهم جدا لكل ما يتعلق بالهندسه، ويا ريت الفتره الجايه ان شاء الله تهتموا بيه لانه مهم قوي 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 قوي. ففرع من فروع عندنا نفس الصناعي التسويق والاداره و الى اخره. ف علماء علم النفس الصناعي او علماء الاداره بيقولوا ان لو احنا مجموعه ودخلنا بروجكت مع بعض لازم نتفق ان حد يكون له قرار، ومحدش يقطع، ومحدش ينقش، طالما احنا بدأنا في البروجكت.
إلا لو الشخص ده هو اللي حدد وقت النقاش، أو كنتوا متفقين مع بعض على وقت النقاش وآلية للنقاش، مش كده وخلاص. تمام؟ شوف عندنا في الدين، يعني مثلا نفترض احنا في بروجكت دلوقتي وكل واحد عارفين الساعة، ده مثال قلت اللي بحسن، يعني الساعة اللي انت شايفها في ايديك دي اللي فيها كذا عقرب، في كام ترس شغال جوه؟ دروس كتير، ترس كبير وترس صغير وترس بسيط وترس دوره أكتر وترس دوره أقل، بس كلهم مفيدين لعمل الساعة. معايا؟ لو ترس أبسط ترس أرخص ترس أضعف ترس وقف، الساعة مش هتشتغل مهما كان الترس الكبير شغال بكامل كفاءة. هيحصل خلل في الناتج الجمعي بتاع الجماعة. عشان كده لازم كل حد أثناء عمله أو دوره في إطار الجماعة يركز بس على اللي هو بيعمله، ملوش دعوة التاني بيعمل إيه وإلا هيوقع. لو أنا ماشي أثناء عملي داخل الجماعة واكتشفت إن في حاجة تانية بتحصل من حد تاني أو حد تالت، ولفت أنظار بقية الدروس للخطأ ده، الدنيا كلها تقف. فمن أهم شروط العمل الجماعي إن بيكون في جهة مختصة لتقبل الملاحظات، وما ينفعش الترس اللي شغال ده هو اللي يقف ويقول ده في ملاحظة، لا، أنت تفضل شغال وترمي ملاحظتك وأنت مكمل ولا ساعة تقف. ابعت الإشارة وكمل، لو وقفت الدنيا كلها تبوظ. طيب لو وانت داخل البروجكت انت والمجموعة بتاعتك لقيت قائد البروجكت بيعمل حاجة انت مش متعود عليها او هي غلط، ايه معيارك في انك تركز؟ هتركز على الخطأ اللي هو عمله، ولا هتركز على البروجكت كله؟ هتركز على ايه؟ على البروجكت مش على الخطأ. لو الخطأ خطأ خاص بي كمل شغلك وما توقفش نهائي، وبعدين ابقى اقول له عليه او للجهه المختصه. لكن لو الخطأ خطأ يخص ويمس الاداء بتاعك انت، ظبط انت ادائك وسيب كله ماشي معاك، والا الدنيا تقع وتقف. اديك مثال ازاي المنظومه دي اتشرحت بالتفصيل في الاسلام في الدين. انت دلوقتي داخل المسجد بتصلي مع امام، والامام صلى ركعتين وبعدين وقف بعد الركعه الثانيه، ما عملش سجود او قصدي جلسه استراحه. تقول ايه ده؟ انت غلطان وتضيع الناس صلاتهم. تعمل ايه؟ تقوم وتعمل الغلط اللي هو عمله عشان الصلاة تطلع، وانت عارف ان هو ما صلاش او ما سجد او ما قعدش جلسة الاستراحة اللي بين ركعتين. لو بصلي الظهر اثنين وبعد كده تشهد واثنين، لو الامام قام ما جابش التشهد قوم زيه واوعى تقعد، انت خالفت الجماعة، لانك في اطار مش دلوقتي او وظيفة صلاة، لازم الصلاة تتظبط، انت ترسم الدروس ما تلخبطش الدنيا. طيب لو الإمام بيصلي الظهر وقام مصلي الركعة الرابعة وقايم بيجيب الركعة الخامسة، هي غلطة إيه؟ في صلب الصلاة. تعمل إيه؟ إيه يا جماعة؟ ده غلطان، ده بيجيب الركعة الخامسة وتبوظ الدنيا يا جماعة؟ لا، أنت لوحدك افضل قاعد لغاية ما يخلص وينزل سلم معاه، مالكش دعوة، ولما تخلص نبهه. الهدف مع الجماعة المشن مش الأخطاء، إن الصلاة تطلع سليمة. معايا؟ يبقى لو خطأ في الصلاة في المنظومة كلها،
وانت عرفته ما تعملش بلبله، حافظ ان المشي كلها تبقى ماشيه وانت الوحيد اللي ما تعملش اقف. بس في نقطه مهمه بقى في الصلاه، انت عارف القواعد كلها فانت عارف ان دي غلط، لكن في الوظائف اللي فيها شغل او مكن او مصانع بيكون في مهندس كبير فاهم الموضوع اكتر منك، فانت لما يكون في خطر كبير اوعى توقف شغلك وبلغ وافضل ماشي. ليه؟ لانك لو وقفت ممكن تحصل مشكله كبيره، وممكن يكون هم قاصدين. يعني مثلا في بعض نماذج العمل الجماعي في الجيش، في الجيش ما بيتقالش للناس الهدف ايه. في الجيش يقول لك الميشن بتاعتك كذا او وظيفتك كذا اعملها ومالكش دعوه. مش منطقيه، مالكش دعوه. جات لنا اوامر النهارده ننزل نلعب كوره على الشط. نعم، اسمع كلام. يا ابني نلعب كوره ايه؟ الدنيا حر، عندنا حرب بكره. اسمع كلام، نفذ، مالكش دعوه. لان قد تكون دي وفق منظومه ثانيه للقائد عاوز يعمل بيها حاجه ثانيه مع العدو. وبعدين انت في حرب. يعني ايه حرب؟ يعني ممكن يقول لك النهارده هتنزل تلعب كوره على الشط وانت لابس مايو ساعه صلاه الجمعه. ايه القائد الكافر ده؟ لا، طالما انت في منظومه حرب ومنظومه قتال دي ليها شروط خاصه، حتى الصلاه ليها شروط خاصه. في ناس تصلي وناس تانيه بتعمل حاجه تانيه، وظيفه تانيه في الحرب، ولما تخلص تروح صلي ودول يجوا مكانك. هي ده اصول العملات دي امثله، لان العمل الجماعي من اخطر يعني الاعمده اللي بتقوم عليها الامه او اللي بتقوم عليها اي شركه. نيجي بقى نبص جوه. طبعا عمال اتكلم من المستحيل ان حد يلم كل الخطوات او القواعد بتاعت العمل الجماعي في محاضره ساعتين دي، ليها كورسات كتير بتتعامل مع ناس بروفيشنال جدا تخصصهم التدريبات على العمل الجماعي وعلى التيم ووركينج والتيم ليدر و الى اخره، وفيها نظريات رائعه جدا 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 تخلي الناس تعمل اي حاجه بمنتهى السرعه وبمنتهى البساطه. بالمناسبه هقول حاجه مهمه من ضمن برضو اهم القواعد في الحياه بقى، سواء عمل جماعي او عمل فردي. من السنن الكونيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها في الكون ان اول مره هتعمل حاجه لازم تفشل. عيدوا ورايا، اول مره هتعمل حاجه لازم تفشل. عيدوا، الله يخليك. يلا معايا بس رجعتوك الابتدائي. يلا معلش معلش، اول مره هتعمل حاجه لازم تفشل. على فكره والله ممكن تكون دي من اهم واخطر القواعد في حياتك، وهقول لكم ليه. بس عيدوا معايا، أول مرة هتعمل حاجة لازم تفشل. يعني إيه بقى؟ أول مرة مشيت وقعت وده فشل، ده قانون كوني. أول مرة اتكلمت قعدت تفشل سنة واتنين وتلاتة، سنة كونية. أول مرة في حياتك مسكت القلم فشلت. أول مرة في حياتك وقفت في مايك قدام ناس فشلت. أنا فاكر أول مرة كنت فضيحة. فضيحة. وأخطاء بقى ولخبطة والمعلومات تغلق وتطلع ورقة وأمسك المنديل وأعرق. كارثة. تمام؟ فأول مرة هتدخل جامعة هتمشي. وأول مرة هتتجوز هتفشل. ثانية واحدة بس. وأول مرة هتخلف هتفشل. وأول مرة هتربي هتفشل. إيه ده؟ ده مصيبة. أيوة. ولأن دي سنة من سنن الحياة، ربنا قال لك عشان ما تفشلش تعمل حاجتين. أول أمر في القرآن اقرأ، وتاني أمر اسأل أهل الفكر اللي فشلوا أكثر.
فلو انت النهارده ناوي تذاكر اسال اهل الذكر، قول لي دي عباره عن ايه، شكلها عامل ازاي، موادها عامله ازاي، طريقه المذاكره عامله ازاي. واهل الذكر هم المتميزين في المجال. بالمناسبه اقول لكم نقطه سريعه كده، مره طالبه في محاضره بقول على اهل الذكر فقالت لي يا دكتور انا سالت اهل الذكر ودوني في داهيه والدنيا باظت معايا. قلت لها معلش انا حسيت ان هي مش فاهمه عن اهل الذكر. بقول لها هو مين اهل الذكر؟ انت اللي بيذكر ربنا كتير. قاعد واحد عندنا بيذكر ربنا كتير وطول ما ماشي في الشارع بيذكر ربنا، رحت سالته هو اهل الذكر؟ لا، اهل الذكر معناها شخص، انسوا الشهادات انسوا المسميات، شخص في مجال ما ناجح فيه وانت شايف نجاحه. يعني اهل الذكر في الجواز زوج وزوجه عايشين مع بعض في قمه السعاده وبقالهم سنتين ثلاثه اربعه شايفينهم بيتحكموا في رومانسيه وفي سعاده، دول اهل ذكر. اسالهم. واحد ميكانيك العربيات اللي بتجيله كلها بتخرج من عنده بسم الله ما شاء الله رائعه، ده اهل ذكر الميكانيك. واحد بيعمل عيش رائع كل الناس بتشهد في شكل العيش بتاعه وخامته ونظافته، ده اهل ذكر في الخبيز. واحده بتطلع الاكل زي الفل ورائع جدا، دي اهل ذكر في الطبخ. وهكذا في كل العلوم. تمام؟ فلما انت تسال اهل الذكر تبدا تستفيد من القوانين اللي حصلت في الكون، من الاخطاء اللي حصلت للالاف غيرك واللي حصلت ليه هو. طيب ده اهل ذكر. طيب العلم دلوقتي بقى لما تطور اكتر بقى شكل اهل الذكر مختلف شويه. نو هاو، كورسات اللي بيسموها بره النو هاو. النو هاو دي حاجه موجوده، اللي يعملها ازاي يعني؟ دي حاجة موجودة في كل مجالات الدنيا. هديك مثال، أنا يعني لما الواحد بقى فاهم الموضوع ده، أنا طول عمري بقول أنا ما بعرفش ألبس كرافتة، أربطها أقصد. ما بعرفش ألبس كرافتة خالص. فقلت طيب يلا أسأل أهل الذكر، نو هاو، سيرش على الإنترنت 500 طريقة بالفيديو بالشرح بتاعها. ثواني ربطت كرافتة خمس دقايق. نو هاو. اللي غلطوا قبلي واللي عملوا اختراعات واللي بدأوا يقلبوا لقيت 600 نوع لربط الكرافات، حاجات ما اعرفش ايه، حاجات ما زي ما انت عايزها، وربط رفيعه وربط كده وربط مبعكره وربط كده وربط زي ما انت عايز. وربط ربط ليها مسمى، لو فرح تعمل كده، لو كلاسيك تعمل كده، لو ما اعرفش ايه تعمل. لقيت فيلم هنا كورس كامل ربط الكرافات معايا، وبياخدوا فيه دكتوراه على فكره. فلو انت قبل ما تعمل اي حاجه، يعني هديكم مثال برضه، مره واحده كانت حاضره معانا كورس فلقيتها بعد بابا كان باعها على الفيسبوك بعدين فترة، انت مش متخيل المعلومة دي فادتني قد ايه. تخيل انا عندي مش عارف لعبة لبنتها او حاجة زي كده، وكان اللعبة دي ليها شعر ولبانة لزقت في الشعر بوظت اللعبة ولزقت في الهدوم ومش عارفة تخرجها وساحت، وبقى لها سنة ركناها ملزقة وصعبان عليها ترميها ومش عارفة تعمل ايه. ففي يوم من الايام قالت طب ما دي برضه موضوع اسال اهل الذكر. دخلت عملت سيرش، طلع حل مش عارف شويه ميه على شويه خل على ما اعرفش مين وكلمته وراحت. اللي بنزل سايح ونازل. ثواني معايا؟ في بقى الاف المعلومات كده لناس جربوا ولقوا على خبطوا وجربوا وعملوا مشاكل وجربوا واستفادوا، اللي هي دلوقتي حالا اسمها كورسز في كل مجال. يبقى قبل ما تبدا سوق العمل انزل خد كورسات، قبل ما تبدا تعمل بيزنس انزل خد كورسات في اداره البيزنس، كورسات في الماني مانجمنت، والا هتقع في نفس المشاكل اللي وقع فيها الاف الناس غيرك. قبل ما تركب عربيه روح خد كورس سواقه عشان تعرف الاخطاء اللي دخلت ناس بالسوفيات قبل كده وعملت حوادث وموتتهم. لانك من الطبيعي لو سوقت عربيه هيحصل لك نفس الاخطاء. أول مرة هتعمل حاجة لازم تفشل، قاعدة حياتك الله يخليك. كم واحد فيكم، وخليكم صريحين والصريح يرفع ايده ماشي، كم واحد فيكم وقع في مشكلة
وبعد كده المشكله كبرت، بعد تكبر 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 والدنيا تلخبط معاه، وفي داخل المشكله اكتشف الحل بعد فتره، والحل ده كان بابا او مامته بيقوله له من زمان. ارفع ايدك بامان. معايا؟ ده اللي بيسمى الحكمه. الحكمه هي خلاصه خبره شخص مر بمشاكل فطلع بحكمه. انا وقعت في مصايب في حياتي على مدى 6 سنين. 6 سنين من ابشع سنين عمري واكثرهم لخبطه وبلاوي زرقاء وديون واواضي ومحاكم، وكان فيلم ما يعلم الا ربنا. خرجت من الفيلم ده بقاعده او بقاعدتين. اول قاعده، قبل ما تعمل حاجه لازم تسال اهل الذكر انك لازم تفشل، فانت عامل حسابك. تاني قاعده هي قناعه شباب كتير بيقولوها وبتطلع في افلام ومسلسلات كتير، وهي قناعه مدمره، انتبهوا ليها. ابدا كبير تفضل كبير. ده جميل. بحسب القاعدة الأولانية اللي هي سنة كونية، ابدأ كبير لما تفشل هتاخد كبير. مشكلة كبيرة، لخبطة كبيرة، كارثة كبيرة لو أنت بدأت كبير. الفشل هيكون كبير ومدمر. فالقاعدة دي تخالف السنة الكونية. السنة الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى حطتها، اللي هي ايه؟ منهج التدرج. ابدأ صغير ولكن بأحلام كبيرة واتدرج. فلما يحصل لك الفشل يحصل لك وانت صغير. تتعلم منه، فعلى ما تكبر تكون خدت الخبرة. معايا؟ ربنا قالها في القرآن القاعدة دي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم. دكتور خليكم كده، وانت ربنا وقار وانت الدنيا بتيجي حبه حبه. انت مالك؟ في ايه؟ بادئ كبير ازاي؟ مفيش حد لازم يبطل وشنب وبيزعق. معايا؟ ف هقول لكم ايه في القران. ناس كتير للاسف مش منتبهين للعمق النفسي بتاعها، وهي اللي شرحته في الاول ده. في ناس كتير فهمها بطريقه عكسيه، وانا مستغرب جدا ازاي فهمنا كده. انا احترم جميع الاراء، ولكن انا بأبدي رايي مخالف. لك ان تاخذ ولك ان لا تاخذ به. ركزوا معايا عشان لما تفهمها هتدرك القوه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سمعتوها الآية؟ في ناس فاهمين الآية دي بتقول لك وأنت فاكر إن أنت هتدخل الجنة من غير ما يحصل لك الكلام ده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الآية دي بتقول لك القاعدة اللي شرحتها من شوية. هعيد الآية بس بمفهوم عامي عشان تفهمها. أم حسبتم أن تسوقوا عربيات مرتاحين ومبسوطين والدنيا جميلة ولما يأتكم مثل الذين عملوا حوادث وتكسروا ودخلوا مستشفيات وماتوا؟ فهمت معنى الآية؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين خلوا من قبلكم. خد دروس من اللي فاتوا عشان ما تقعش في الأخطاء. اعرف إيه اللي خلاهم يلخبطوا عشان تستفيد منها. ولما يأتكم مثل، مثل يعني عبرة تتعلم منها فما يحصلكش. عمرك سمعت عن عبره تخليك يحصل لك اللي حصل غيرك؟ يا النهارده هضرب لك مثل وعبره معناها ان هيحصل لك اللي حصل لي. هي عبره معناها انك تعتبر مني فما يجيلكش. فانت لما تعتبر من الذين خلوا من قبلنا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وتعتبر من ده
عمر ما هيمسك البأساء والضراء ولا هتزلزل. لأن ربنا عاوزنا الحياة تبقى سهلة. يريد الله بكم اليسر. لو فكرت وقرأت وعرفت اللي حصل، فأنت لما تبقى عارف إنك داخل على عمل جماعي، افهم العمل الجماعي بيتم إزاي وشوف الأخطاء. بالمناسبة معظمنا اتربى على ثقافة هو أنت بترد قليل الأدب، اسمع ومساكت، أنت ليك عين تقول رأيك، أنت مش مؤدب. اللي بيقول رأيه في مجتمعنا مش مؤدب. ويا سلام لو رأيك مخالف لرأيي، تبقى قليل الأدب ومش متربي. ده في العمل الجماعي بيعمل كوارث، لأن كل رأي، الرأي الخاص بالشخص اللي بيقوله بناء على المعطيات بتوع النسب، بما أن إذا بما أن عنده غير بما أن عندك. يعني في قصة شهيرة قوي من أقوى القصص في موضوع الرأي عشان تفهموها. مرة مدرسة قومت طالب، فبتقول له طالب ابتدائي، بتقول له لو أنا معايا برتقالة وأنت معاك برتقالة، يبقى كام برتقالة معانا احنا الاثنين؟ قال لها ثلاثة أربعة. قام الطلاب يا أهبل يا ابن كذا كذا كذا، تريقة مش عارف تعد، يا متخلف، يا عبيط، شكلك ما وصلتش النهارده يا الكلام اللي بيطلع. تمام؟ تقول له يا ابني أنا معايا برتقانة وأنت معاك برتقانة، كام برتقانة معانا الاثنين؟ ثلاثة يا ربي. والعيال يضحكوا، الأبلة تتجنن، يا ابني اقف. ده عباء، ايه الخباء ده؟ يا ابني فين مخك؟ انا معايا برتقانه. ايه؟ برتقانه يا ابني. وانت معاك برتقانه. ايه؟ برتقانه يا ابني. يبقى كام برتقانه معايا انا وانت؟ ثلاثه يا ابني. والعيال تضحك. قالت له يا ربي يا عم لما يضرب، طب ثانيه واحده، انا معايا تفاحه وانت معاك تفاحه، يبقى كام تفاحه معانا احنا الاثنين؟ قال لها اثنين يا ابا. قالت له ايوه كده، يا سلام عليك، حلو قوي. نرجع بقى المثال الاولاني، انا معايا برتقانه وانت معاك برتقانه، يبقى كام برتقانه معانا الاثنين؟ ثلاثه يا ابا. كده طب من ساعتها بقى عملت الخطوه الصح. قالت له ليه؟ عشان تعرف بما ان اللي عندك. لا انت معاكي برتقاله وانا معايا برتقاله، ماما حاطه لي برتقاله في الشنطه، يبقى احنا معانا ثلاثه. ما طلعش غبي اهو، ما طلعش متخلف، مع اننا في الاول كنا شايفينه اغبى الاغبياء. ده مثال مهم قوي، ان اوعى تحكم على حد كده. افهم هو قال كده ليه؟ افهم معطياته. يبقى لما تلاقي رأي مخالف اوعى تهاجم الرأي، وإنما تساءل عن معطيات هذا الرأي. خلاص، يبقى أثناء العمل الجماعي لا تهاجم الرأي، وإنما اسأل عن معطيات هذا الرأي. تعرف ساعتها هو بيقول كده ليه؟ وبالتالي هتفهم وهتدرك. زي مثلا واحد بيقول، ودي معلومة يعني انتبهوا ليها، أنا مسافر أمريكا وفي طيارة بتاخد 13 ساعة وفي طيارة بتاخد 19 ساعة وفي طيارة بتاخد تقريبا 30 ساعة. أول طيارة أرخص واخر طياره اغلى، يبقى اغلى وبتاخد 30 ساعه. ام قايل وعمال يخطط، طبعا الكل متوقع انه ياخد اول طياره، ام قايل انا هاخد اخر طياره. ده العبيط ده يا ابني، دي اغلى وفي نفس الوقت وقت اطول. ايه ده؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ ساعتها يقول لك الله يسامحك انا مش هعمل. اعرف معطياتي،
الطيارة الأولانية دي بتاخد 13 ساعة وان شوت في الجو. خندة قرف 13 ساعة قاعد في الطيارة، إيه يا عم ده يا عم؟ الطيارة اللي بتاخد 30 ساعة 7 ساعات 6 ساعات تنزل دبي 7 8 ساعات وتفسح واشتري وظبط وتقوم طيارات كمان 4 5 ساعات ونازلة في فرنسا ترانزيت، انزل واتفسح واقعد لي يوم في فندق على حسابهم ونصحى واقعد اتسوق كده شويه معانا تقريبا 10 ساعات وبعد كده برجع تاني اركب الطياره 4 5 ساعات اوصل امريكا. انا بحب ده، ادي معطيات معايا. يبقى من النهارده بالله عليك وانت داخل سوق العمل او داخل مجال البيزنس وداخل مجال العمل الجماعي انتبه للراي والراي الاخر، لان ده من اهم المشاكل اللي بتتم اثناء العمل. ثانيا، كل واحد المفروض يؤدي دوره. يعني المفروض يؤدي دوره؟ يعني انا دلوقتي حالا مطلوب مني وانا داخل اصلي الظهر جماعه في المسجد، عارفين دوري ايه؟ اعمل زي ما الامام بيعمل بما لا يؤثر على فروض الصلاه، وبالتالي لو هو غلط اغلط زي ما ملهاش علاقه بتاثير على الصلاه، ولكن لو غلط غلط يؤثر على الصلاه انفرد عنه واعملها لوحدي من غير ما احاول اجبر اللي قدامي. يا ابني هو بيقوم الركعه الخامسه انت ايه؟ انا ماسك الكلام ده، انت مش ضرب، بقول لك ركعه خمسه انت في ايه؟ صلاه ابوس مالكش دعوه، هو بيلتزم. طيب سؤال مهم، لو انا النهارده اثناء العمل الجماعي عينت حد وظيفته يقول لي كل واحد بيجي الساعه كام، وظيفته يقف في الحته دي ما يخليش حد يدخل الباب ده، دي وظيفته. وظيفته ان انا ما حدش يدخل من هنا، اللي يدخل يدخل من هنا. الترس بتاعه فيه الاوبشن ده، في السوفت وير ده، وهو يقوم به على اكمل وجه. فانت جاي بسلامتك داخل هو صاحبك وحبيبك، فبيقول لك يا محمد من هنا، بقول لك يا سلام يا محمد انا بأدي دوري من هنا، انت هتعمل ايه يا ريس؟ هدخل هنا يا عم خلاص خمس دقايق بقى هنا في الدور. يا محمد لو سمحت ادخل من هنا مش هندخل، انت بتضحك عليا. ايه يا عم انت راجع النهارده؟ من النهارده مفيش صحاب، انا هروح يا عم ادخل هناك بس اخر مره اكلمك. ايه علاقه ده بالصحوبيه؟ ايه علاقه ده الراجل بيأدي دوره؟ مين المخطئ هنا؟ اللي بيؤدي دوره ومش عاوزه يدخل، ولا اللي بيزعق له زعلان وبيأدي دوره؟ ها؟ مين المخطئ؟ اللي بيأدي دوره ولا التاني؟ دي بتحصل كتير في العمل الجماعي بقى. عندنا حاجة اسمها في العالم العربي بتاعنا أو في مصريتنا أو في مصرنا الحبيبة كلمة ملهاش مثيل في كل القواميس الدولية ولا العربية حتى، يمكن هما بدأوا يعربوها. تمام؟ كلمة إيه؟ بتنقط كل الأجانب اللي شفتهم في مصر، وبتنقط كل الأجانب إن أنا اتعاملت معاهم. معلش. كسر كل القواعد، معلش. معلش دي كارت في اي بي، اعمل اي حاجه معلش. معلش دي تنساها وانت بتعمل عمل جماعي جميل. مفيش حاجه اسمها معلش. معلش دي في البيت. في العمل الجماعي ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. معلش مش اتقان. معلش تساهل. معلش مش عارف اقول عليها كلمه ما تزعلش، مش عايز ازعل حد مني يعني. معايا؟ يبقى انا لما الاقي النهارده صاحبي وحبيبي وانتيمي لما دخلنا مجال جماعي
بقى واخد بوزيشن ومطلوب مني اسمع كلامه، ما تقعدش بقى ايه الحاجات الحلوه دي تطلع، هي ملهاش علاقه. انت النهارده في دورك بتعمل الحته دي، وهو في دوره بيعمل الحته دي. بكره ممكن يجي دور تبقى انت بتعمل دي وهو بيعمل دي، ملهاش علاقه خالص، لا تفضيل ولا احسن حد احسن من حد ولا اي حاجه. عشان كده من المهم بقى الشخص اللي بيقوم باختيار الاشخاص اللي بيعملوا العمل يحط كل شخص في الحته اللي هو احسن فيها واكتر واحد بيعملها فيها. معايا؟ يعني لو حد حساباته دقيقه جدا ممكن يحطه في التواريخ في الحسابات. ان شاء الله لو هو خريج طب بس هو شاطر في الحسابات، شهادته طب بس هو يفهم وبيعشق العمليات الحسابيه ويبلي الكلام ده، يحطه في الحسابات. واحد تاني دماغه رايقه وعلى طول بيفكر وعلى طول مبدع، يحطه في جانب الابتكارات ويحطه في السكشن الخاص بالتطور والافكار اللي جايه، الافكار المبدعه، يحطه في سكشن حل المشاكل او المكان اللي بيسموه التظلمات او الشكاوى، يقرا ويمخمخ تتحل ازاي، ده الاتقان بتاعه. حد تاني بيحب يمشي زي المسطره، يمسك على حاجه يفضل ماشي فيها زي المستقيم، زي المستقيم او زي اللي ماشي على قدام حديد، يتحط في وظيفته. حد بيحب يشتغل بالنهار، حد بيحب يشتغل بالليل. لو احنا قدرنا نظبط العمل الجماعي صح الكل هيكون مرتاح. يعني هديك مثال، في ناس في مجتمعنا بيحبوا يشتغلوا طول الليل صح؟ وفي ناس في مجتمعنا بيحبوا يشتغلوا طول النهار. من الخطأ لو انت عاوز تعمل الشغل صح بقى انك تجبر كل الناس يجوا بالنهار، هو ده الشغل. لا، ليه؟ ما تستفيد. اللي بيحب يجي بدري حطه في الوظائف البدري، والوظائف اللي مش محتاجه تاخير حطه فيها. ايه المشكله؟ خلي شويه يا سيدي، لو انت الشغل بتاعك يستحمل 24 ساعه شغل ده انت كده في قمه الروعه. يعني الناس اللي بتحب الليل تشتغل بالليل، والناس اللي بتحب الصبح تشتغل الصبح، والناس اللي بتحب تريح تاخد شيفتين، وظف كل حد في الحاجه بتاعته. هتلاقي كل حاجه مشيت بمنتهى السرعه ومنتهى السهوله. ولكن ده كلام موجه لمين؟ للتيم ليدر او صاحب العمل. طيب الكلام لو موجه للشخص اللي هو هيدخل على عمل، اعرف ان انت ليك قدرات وليك امكانيات وليك نواحي انت بتبدع فيها. ابدا الاول ارشق في اي ترس وامسك تراك. سمعتوا الكلمة دي؟ ارشق في اي ترس وامسك تراك، حتى لو مش هو ده اللي بتحبه. واتقن فيه. وانت فيه وماشي في التراك تعمله باتقان، سيرش على تراك تاني. خلاص؟ خليك جنتل، خليك راقي. يعني ايه جنتل وراقي؟ مش لما تلاقي تراك تاني تنط عليه وتسيبه يقع. لا. قبل ما تسيبه بلغ. وعرفه ما انا الترس ماشي، حد هيجي مكاني؟ وهات حد مكانك، خليه يمسك الترس يقعد يلف مكانك، وابعد شويه الترس ماشي كويس سيبه وروح على الترس الثاني والترس الثالث والترس الرابع وهكذا. ده المنهج الديني في العمل الجماعي. احب لاخيك ما تحب لنفسك. لو انت دي منهجيتك، هنقل شويه بقى على موضوع كلكم بتحبوه، موضوع الطاقه. لو انت دي منهجيتك طاقتك هتكون فيري بوزيتيف، ايجابيه جدا، لان الطاقه مراكز الطاقه في الجسم بتتفتح لاستقبال الطاقه في حاله الاتقان. معايا؟ مراكز الطاقه بتتفتح في لاستقبال الطاقه في حاله الاتقان. وحاله الاتقان جرب كده مره تكون قاعد بتعمل شغل وانت عايز تتقنه وتطلعه صح، هيحصل لك حاجتين، هتبقى في قمه النشاط والحيويه، وحاجه ثانيه ما حدش واخد باله منها، هتبقى في قمه الاستمتاع وبتمسك.
ممكن الوقت يعدي عليك. ايه ده؟ بقالي 5 ساعات قاعد والله بحسب الوقت، انا مستمتع. عارف ليه؟ لانك وانت في حاله الاتقان مراكز الطاقه بتكون متفتحه، فجسمك عمال يشحن، فانت بتحس بسكينه واستمتاع. اي كلمه في الدين فيها ان الله يحب، معاها في علم الطاقه اكتشفوا ان الطاقه بتكون متفتحه، مراكز الطاقه اصلا وبتمتص اكبر كميه ممكنه من الطاقه. تمام؟ وبالتالي شوف كده العبادات اللي بتتعمل فيها حب هتلاقي فيها راحه واستمتاع. فانت لما تكون واخد نية وعزيمة ان انت تعمل هدف، اعرف ان انت بمجرد اتقانك ليه بتفيد نفسك نفسيا، وبتفيد روحك طاقيا، وبتفيد دينك جزاء وحسنات، وبتفيد جسمك صحة ونشاط وحيوية بمجرد بس الاتقان. ودي اخر ابحاث نفسية معمولة على الاتقان. وبعد ما علوم الطاقة بدأت تنتشر، آلاف الأبحاث كل فترة بتكشف كل المعلومات اللي كانت بتتقال زمان من غير ما حد يبقى عارف هي بتتعمل ليه أو بتتقال ليه. حاجة تانية مهمة بقى في العمل الجماعي وأرجو إنكم تنتبهوا ليها، صلاة الجماعة خير للشخص من صلاة الفرد بكام درجة؟ 27. طيب خدوا القاعدة العلمية الغريبة دي، اي عمل انت هتعمله لوحدك لو اخدت مجموعه تعمله معاك النجاح هيكون احسن وافضل 27. الهدف هيتحقق اسهل 27 مره، الموضوع هيخلص اسرع 27 ضعف، النجاح هيكون مضروب في 27، وهكذا في كل حاجة. فهم اكتشفوا حاجة خطيرة جدا كمان، إن الطاقة في الجسم، أنتوا أكيد معظمكم في هندسة الإلكترونيات أو دارس ويفز، يعني عارفين قانون الموجات الويفز. الويفز بتاعت الطاقة اجتماعها بيطلع نتيجة وفق معادلة مرعبة. مرعبة لأنها في الشيء الإيجابي بتطلع نتائج إيجابية عالية جدا، وفي الشيء السلبي بتطلع نتائج سلبية عالية جدا. المعادلة بتقول ايه واكتبوها عشان تنتبهوا ليها، وبصوا على حياتكم العادية وفق المعادلة دي هتفهم اسرار كتير في حياتك. مثلا 1+1 يساوي الرقم اللي هيطلع تربيع، بين قوسين تربيع، 1+1 يساوي الرقم الناتج ده اللي هيطلع تربيع. تمام؟ يعني ايه بقى 1+1 تربيع؟ يعني لو انا بعمل عمل طاقتي 100 انجاز التعبير، يعني ادائي في العمل هيكون مستحيل يكون اكتر من 100، صح؟ صح ولا لازم اكون، مش هيطلع ضغط جديد، هيطلع 100، هيطلع 90، هيطلع 95، معايا؟ طيب لو انا دخلت حد معايا في العمل طاقته هو كمان 100، محصله طاقه نتيجه العمل هتبقى كام؟ 100+100 يساوي 200 تربيع يساوي 40,000. يبقى كاننا بنسرع من تحقق هدفنا بقوة 40,000 مش بقوة 100. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ واحد يقول لي عندك دليل؟ اقول له اجيب لك مش دليل بقى من العلم، دليل من الدين. ودليل من الدين يثبت لك ان هي اكتر من 40,000. ركزوا معايا في الحديث اللي كلكم حافظينه ده. يد الله مع الجماعه. 40,000 مين يا عم؟ انسى 40,000، انت بتهزر. يد الله قول لي 4 مليار، قول لي 400 تريليون، 40,000 مين؟ اي عمل بمناسبه يد الله مع الجماعه، لك
ركزوا عشان دي حته خطيره. ما تقلش في الخير ولا في الشر. خلي بالك اي جماعه يد الله معاها، وده اللي اليهود بيعملوا، بيجتمعوا تفرتكونا عشان احنا متفرقين ومتابعين وما عارفين. على فكره هم بيطبقوا دينهم صح، وهي الدوله الوحيده الدينيه في العالم. معايا؟ يعني اسرائيل هي الدوله الدينيه الوحيده في العالم بيطبقوا. اوعى حد يفكر ان هم مش بيطبقوا الدين بتاعهم، ده هم بيطبقوه وبيتكبروا انهم عارفين ان ديننا جاي مكمل. فهم متكبرين ازاي محمد جه من ناس غير يهود؟ فهم بيطبقوا اللي هم عارفينه، وعارفين عندهم ان هيجي يوم وهننتصر، وهم لانهم عارفين لانهم متكبرين بيعملوا حاجات باللي هم عارفينه يفردك الدنيا ويأخر، هم عارفينه جاي بس عمالين يأخروه على قد ما يقدروا. هم عارفين كويس قوي بس برضه عارفين يتأخر ازاي. واحد عارفين يجي ازاي بس ما بتعملوش. يعني هقول لكم حاجه بصراحه، انا نادر لما بتنرفز ونادر لما بطيط، بس حاجه بتنقضني سوري. يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال حديث زمان كلنا حافظينه، قال ايه؟ توشكوا، بالمناسبه هو عمل جماعه برضه، توشكوا ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فالصحابة استغربوا، قالوا أو من قلة النحل يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير جماعة ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كل واحد شغال لوحده. وده اللي يكون لازم. ركزوا معايا بقى. هو لفت انتباهنا للخطأ اللي هيحصل عشان نفوق فنتجمع. ما فوقناش، ما استفدناش من الحديث. هو سيدنا محمد قالوا ليه؟ عشان نعرف فلما تحصل نفوق. دول الصغيرين هم اللي فازوا علينا، نفوق بقى. لا، قعد يقول ايه؟ صدق رسول الله فعلا، والله صدق، ولسه اللي جاي اكتر. شفت المصيبه؟ مش تفوق. يعني اشرح لكم الحديث ده برضه بحاجه عمليه عامه عشان نعرف انا مربوط ليه. واحد جه بيقول لك هيجي يوم، انتوا عندكم عماره والعماره دي اخوك قاعد تحت واخوك فوقي واختك اللي فوقي، المهم كل عيلتكم في العماره دي. هيجي يوم وهيدخل اثنين بلطجيه في العماره بتاعتكم، هيطلعوا للدور الاخير يغتصب امك واختك. فانت بتقول لي ليه؟ مش هيكون في حد في العماره؟ لا، هيكونوا موجودين بس نايمين. هو انت بسلامتك واثق ان انا كلامي صح؟ معايا؟ النبي طبعا المثل. جيت في اليوم لقيت البلطجيه داخلين وطالعين العماره عندهم، صدق احد العماره وهيترفضوا وهيغتصبوا وكلهم نايمين. يا عم صحيهم، انا بعرفك امال ايه يعرفوا يطلعوا؟ قوم صحيهم، انت عرفت امال ايه البطاريه دي تطلع؟ مش هيعملوا كده صح ولا غلط؟ انا بقول لك ايه السبب اللي خلى ده يحصل، مش انه لازم يحصل لك غصب عنه صح؟ هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما قال ان الامم هتتداعى عليكم كما تتداعى الاكله الى قصعتها، قال هم هيقعدوا 50 60 سنه كده. لو من اول يوم فوقنا خلاص الحديث اتنفذ، ما هم تداعوا خلاص واتلموا علينا، نفوق بقى. لا، الفوقان ده هو اللي هيقلل المده بتاعه التداعي، فاحنا ما انتبهناش فلسه ما فوقناش، فالتداعي هيفضل مستمر وسيظل الحديث مستمر وسيظل التداعي مستمر لغايه ما نفوق. ان سيدنا محمد كان قال ان احنا كتير بس غثاء غثاء السيل، يلا بقى عمل جماعي ونفوق. بالمناسبة ولأن هم عارفين إن الجماعة قوة مزلزلة، بدأوا يبتدعوا بقى سنة، شيعة، صوفية، سلفية، تكفير الهجرة، معرفش مين، عراق،
الكويت، ايران، السعوديه، مصر، قطر. لخبط عشان يفرق الجماعه. لان الجماعه شكرا. عشان تفرق الجماعه قاعد شغال. وبعدين بقى داخل كل جماعه اهلي زمالك. وداخل كل جماعه حد بيحب الوردي، حد بيحب الهاشمي، وخلافات. واحد بيحب يصحى بالليل، واحد بيحب يصحى متاخر، واحد بيحب كذا، واحد بيحب النور، واحد بيحب الضلمه. اوكي ده اختلافات، بس هم حولوها لخلافات. انا بتخانق مع اخواتي عشان انا بحب الورد وهو بيحب الستر. ما عرفت خلاص بقى. دي كلها يعني ربنا بيقول في القران: ولا يزالون مختلفين. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولكن ربنا عاوز نكون مختلفين. وقال لنا إن سبب الاختلاف ده عشان تتنوع الثقافات فتقدر تفهم وتستمتع في الدنيا صح. فأنت لما تكون عارف الدنيا لازم هتكون مختلفة في الأفكار، مختلفة في المناهج، مختلفة في التوجهات، فنتوحد على كلمة سواء. احنا كلنا واحد، محدش فينا يلقح كلام على التاني، محدش فينا يشتم التاني، محدش فينا يبدأ يعني مثلا الاب يكون عنده معلومات غير الام، والام عندها معلومات غير الابن، صح كده؟ مش في مجتمعنا الاب بيلقح على الابن معلومه يفهم عنها ايه راي الاهبل ده؟ والام اذا قدرت تلقح على السوق بتلقح، ما قدرتش بتلقح عليه من وراه عند العيال معايا. ويجي العيال يقول لك بتلقح عليهم انت لسه هنا لسه ما طلعتش من بيضه. الكلمة اللي بتنطق دي اسمها ايه؟ ها؟ أنا فاهم أحسن منك. لسه بدري، لما تكبر هتفهم. فاهم؟ ليه مستني لما بكبر تقول لي من دلوقتي؟ معايا؟ وبعدين أنا كبرت وأبويا عنده معلومات وأمي عندها معلومات وأنا عندي معلومات، طب نتناقش، اسمع رأيي. أنا أسمع رأي بابا، أسمع رأي ماما، بابا يسمع رأيي. لو احنا بس دخلنا ثقافة العمل الجماعي اصلا داخل البيت الدنيا كلها تستقيم. لو طبقناها بس، لو كل بيت بقى مترابط بالعمل الجماعي. كلمة عمل جماعي ما هياش كلمة إدارية، دي كلمة حياتية، دي حياة. أنت أساسا الإنسان أساسا بيسموه كائن اجتماعي بطبعه. أنت عايش في وسط المجتمع، والمجتمع بيدي قوة، والقوة بتدي حماسة وقوة. خلي بالكم، لأن علماء النفس بره دارسين قوة الجماعة وعارفين إن الإنسان لو مش في جماعة بيطقم، فلازم يخلوه حاسس بالجماعة. أنشأوا لنا جماعات تضيعنا أو تلهينا، ممكن تكون مفيدة بس تلهيك. جماعة كذا في كرة قدم، في كرة السلة، في كرة كذا، وأنت داخل الفريق بتاعك بتحس بالحماس وكلكم واحد وممكن تعملوا أي حاجة. أنت بتستنفس قوتك معايا؟ تخيل كده بقى، أي حد فيكم بيعمل عمل جماعي خيري بيحس بالبرود ده. كلنا نازلين النهارده عشان نجمع للفقراء كذا. كلنا بنشارك عشان نعمل تبرع بالدم. روح جماعة بتدي راحة غير طبيعية، وروح الجماعة دي بتدي قوة وطاقة، بتعمل مستحيلات وبتعمل معجزات. واللي شارك في عمل جماعي قبل كده هيفهم يعني إيه رؤية الله مع الجماعة. لما قابلتكم مشاكل اتحلت بمنتهى السهولة وبصورة مذهلة إزاي؟ لما دخلت مع الجماعه. وبالمناسبه من ضمن برضه شروط العمل الجماعي الخيال الجماعي. والخيال الجماعي من اخطر الادوات، اما انه يهد الجماعه او يبني الجماعه. عشان بره عشان كده بره في الغرب بيهتموا بالافكار الجماعيه وبيسموها العقل الجماعي. عارفين الثوره مين القائد بتاعها؟ قائد الثورة بتاعتنا في مصر ليها قائد على فكرة، بس يسمى قائد نفسه العقل الجماعي. الفكرة كانت هي القائد، كلنا اشتركنا فيها علميا لينشأ مجال الطاقة كلنا بنكون كونكتد بيه. فبنبدأ نتلقى نفس الأوامر، فكل حد في كل محافظة كان بيعمل كل حاجة ومسافرش كأن حد بيحركه. نفس الافكار المبدعه اللي كانت بتطلع لكل حد في كل محافظه، الفكره كانت هي القائد. لان الفكره عملت مجال للطاقه، كل حد بيفكر في الهدف، بيفكر يوصله ازاي، كانه بيعمل سنه للرسيف
خلاص؟ وبالتالي في نتورك شيرنج، فالكل بدا يستمد هذه المعلومات مجرد بس بغلاوي يعمل كده. وده اللي بيدرس بقوه في الميتافيزكس او ازاي توارد الخواطر بيتم. عشان كده لو في واحد عايش في امريكا وواحد عايش في مصر والاثنين بيفكروا في هدف واحد، انا عاوز اعمل قصه عن كائنات فضائيه. هو دخل في نطاق سلسلات خاصة بمعلومات الكائنات الفضائية، واللي في أمريكا هو كمان دخل في نطاق سلسلات معلومات عن الكائنات الفضائية، وبيبدأوا ياخدوا من بعض ومش واخدين بالهم. توارد الخواطر. معايا؟ فاللي بيحصل بقى إن مع تطور الأبحاث المعمولة عن السب كونشس أو العقل اللاواعي، لو إن الأفكار المتأصلة في الجماعة بتنشئ مجال من الطاقة بتخلي الفكرة دي تحصل في الواقع بقوة نفس المعادلة 1+1=4. يعني لو مجموعة داخلة بتعمل عمل، وبعدين العمل ده هم حاسين من جواهم ان هو هيفشل، ان هو مش هيتم، الإحساس ده لو كان في الجماعة، في الجماعة أو في الجميع، بيكون طاقة تعرقل الموضوع بقوة 1+1=4. خلي بالكم هي متوازية، يعني ماشية 1+1=4. لو أنا في 5 أشخاص، يبقى أول شخص طاقته زائد طاقة تاني شخص محصلته تربيع، التربيع ده زائد تالت شخص محصلته تربيع، التربيع ده زائد رابع شخص في مصيبة محصلته تربيع، التربيع ده زائد خامس شخص محصلته تربيع، وهكذا. فالعدد لما يكون كبير مصيبة، وهم بره بيحاربونا بالمعلومات دي واحنا مش حاسين، وهم قاعدين في بيوتهم كده بنتحارب عن طريق المعلومات. يعني ايه بنتحارب عن طريق المعلومات؟ بيتم بث معلومات تنشئ افكار سلبيه في اذهان المجتمع العربي، فالافكار السلبيه دي تكون محبطه، فالمجتمع كله يحس بالتشاؤم والمستقبل سلبي، محصلة طاقة الجماعة تعرقل البلد من غير ما يعملوا حاجة. معايا؟ فعشان كده بيبرز دور التفاؤل. فالتفاؤل اكتبها بقى عشان دي مهمة، من أهم التولز المفروض تساهم في نجاح العمل الجماعي، أن التفاؤل بيقود المجموعة بقوة نحو الهدف، وبيساهم في سرعة البروسيسنج بتاع الافكار الابتكاريه ما بين المجموعه وبعضها، وما بين المجموعه والهدف. اعيد تاني، التفاؤل بيساهم في سرعه تحقيق الهدف المرجو، وفي سرعه البروسيسنج في المعلومات وابتكارها او نشوءها وتوالدها داخل المجموعه، والبروسيسنج اللي بيتم ما بين المجموعه وما بين الهدف. يعني ايه ما بين المجموعه وما بين الهدف؟ هما دلوقتي بيقولوا ان في عالم اسمه وين داير بيقول معلومه خطيره جدا، ان كل انسان بينوي هدف، الهدف ده بيتخلق في عالم الطاقه لسه ما ظهرش، مجرد نيتك بقى سوفت وير. السوفت وير الطاقي بيبدا يحصل له تجلي عشان يظهر الأمانة. معايا؟ اللي بيحصل بقى ان هو مجرد ما يخلق، بيقولوا دلوقتي ان كل شيء في الدنيا عباره عن طاقه. ايه رايكم في المعلومه دي؟ يعني كل شيء في الدنيا لو حللته الى عوامله الاوليه هتلاقيه طاقه. لو جبنا مثلا الكوبايه دي قعدنا نحللها هنلاقيها ذرات، دخلنا داخل الذرات هنلاقي فيه نواه والكترونات بتدور، دخلنا جواها من جوه النواه هنلاقي مسيمات، دخلنا جوه المسيرات بتلاقي شجر. البنش اللي انت قاعد عليه ده الخشب، لو دخلت جواه هتلاقي ذرات، دخلت جواه تلاقي في الاخر شجر بطيخ. كل النواه اللي على وجه الارض لو حللناها العوامل الاوليه في الاخر هي شجر الطاقه، ولكنها تتشكل زي ما اخذناها زمان. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتشكل من حاله الى اخرى. يعني لو الالكترونات بتلف في مداراتها بسرعه الكترونات كتير، يبقى الماده صلبه.
لو عدد الالكترونات قليل لف ابطا الماده تبقى سائله، لو اللف ابطا والمسافه ابعد الماده غازيه. معايا؟ هو ده اللي بيدي شكل الماده بالصوره الماديه، لكن هي في الاصل طاقه. وفي عالم طلع قال معلومه برضه غايه في الخطوره جدا وهتفيدكم في العمل الجماعي وهتفيد كل فرد في العمل الفردي. بالمناسبه انت نفسك عمل جماعي، ركزوا معانا دي مش ليها مهمه، ممكن ما تلاقيهاش في اي حته تاني خالص. انت نفسك عمل جماعي، انت نفسك عمل جماعي لكل خلايا الجسم. يوم ما يحصل اختلال في العمل الجماعي يحصل مرض. عشان كده من المهم انك كقائد للعمل الجماعي اللي جواك تهتم الاكل داخل فين وخارج منين. فانت اهتميت بشكل الطعم والرائحه ونسيت شكل الماده الغذائيه اللي داخله، واهملت الجانب النفسي واهملت الجانب الروحي. يقوم الجانب المادي بتاعك يبدا يزداد الاكتيفيتي بتاعته، والجانب الروحي خملان والجانب النفسي خملان، يقوم يحصل دروب في الجسم يقوم يطلع من بره. عشان كده التطورات الاخيره في علم النفس بتعالج نقدر نقول 99% من الامراض بصوره اسرع بكتير من علاجاتها طبيا او دوائيا. فلما يكون الطبيب بيتشارك مع حد سايكولوجيست بيسرع جدا سرعه الهيلينج بالنسبه للهيلينج سيستم. والهيلينج بالمناسبه مفيش مخلوق يعمله، هو سوفت وير ربنا حاطط لنا رباني. كل الادويه وكل العلاجات ما هي الا تنشيط للهيلينج سيستم في الجسم. يعني حتى العقار اللي بناخده كتطعيم هو عباره عن ايه؟ الفيروس الخضر. جابوا الفيروس عملوا الماء فما عادش قادر ودخلوه الجسم، يقول الجسم عامل هيلينج، المناعه تزداد هوب موتاه، وتبقى حريصه لحد يدخل تاني. مستحيل يجي لك الفيروس ده ولا يجي لك المرض ده. تمام؟ فلما انت تبقى فاهم المعلومه دي اسمع بقى بيقول ايه؟ في عالم تاني اسمه ديفيد هاوكنز بيقول ان كل ماده على وجه الارض حواليها وعي. داتا انفورميشن. الوعي ده كل الخلايا بتنفذه في عمل جماعي ينشئ الماده. معلش. كل شيء على وجه الارض حواليه وعي. الوعي ده هو عباره عن سوفت وير كل الذرات بتنفذه يقوم يدي الماده. يعني المايك ده في حواليه سوفت وير بيقول الذرات تلف بطريقه معينه والالكترونات تلف بطريقه معينه عددها قد كده، يقوم يدي اللون الاسود ويدي الصلابه. معايا؟ فالماده بتنفذ الطاقه، بتنفذ المعلومات الموجوده في الطاقه اللي حواليها. يبقى الخلاصه القاعده دي بيقولها ديفيد هاوكنز ان كل شيء في الدنيا حواليه طاقه، يعني حواليه معلومات، يعني حواليه علم. ربنا قال كده في القران للاسف، بس احنا مش واخدين بالنا. وايه برضه كنت محافظه وهتبقى كانه جرد الميه ساقعه تتكب عليك تنتبه ان هي ايه ده؟ ده الايه دي بالشكل ده؟ لان احنا لا نتدبر القران، احنا بناخد التفاسير القديمه وماشيين عليها، ما بنحاولش نطور. كل واحد في مجاله. بالمناسبه ربنا هيسالك يوم القيامه، وانا عارف ان الكلمه دي ممكن ناس تهاجمني عليها كتير، ولكن هو حق والحق حق ان يتبع. انت مهندس، مفيش شيخ على وجه الارض مهما بلغ به العلم هيقدر يكتشف المعلومات الهندسيه اللي في القران. انت المطلوب منك تكتشفها لما تقرا القران، وربنا هيحاسبك انك ما نفذتش ما ربنا في القران. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. هم قالوا لك اوعى تقرب، هو انت دارس دين؟ عكس كده معايا؟ ومفيش شيخ على وجه الارض هيكتشف المعلومات الطبيه اللي في القران الا طبيب. ومفيش عالم فلك هيكتشف المعلومات الفلكيه اللي في القران الا عالم فلك زي فوزان النجار. هو مش شيخ، هو عالم فلك. طبق امر ربنا في القران فطلع لنا روائع دخلت الاف الناس
الناس في الدين وفاهمتهم الدين. وبالتالي واجب كل مسلم يطبق امر ربنا: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اغفالها. بالمناسبه دي ايه ربنا قالها للكفار مش للمسلمين. معايا؟ وبالتالي الايه اللي بتشير الى ان كل شيء في الدنيا حواليه معلومات ولا واقف عندها شويه عشان لو لكم معلومه هتزلزل كيانكم باذن الله وهتفيدكم جدا باذن الرحمن في حياتكم. قلنا ان كل شيء على وجه الارض حواليه معلومات حواليه علم. وربنا قال في القران: ان الله قد احاط بكل شيء علم. معنا تاني للايه: كل شيء ربنا احاط بعلم. فالايه تحتمل المعنى الاولاني ان ربنا عنده علم بكل شيء، وتحتمل المعنى الثاني ان الله قد احاط بكل شيء بعلم. عشان كده البذره بتاعت اي فاكهه او اي شيء من المزروعات محاطه بعلم، بتسجل فيه تعمل ايه؟ لو نزلت ميه كان فيه طين نبتي بالطريقه الفلانيه واطلعي بالطريقه الفلانيه وطلعي الثمار بالطريقه الفلانيه، يفضل السوفت وير والعلم محفوظ لغايه ما تنزل الميه. يوم البرنامج شغال، محدش عارف البرنامج ده بيشتغل ازاي، دي حاجه ربانيه، بس هو معلومات، هو علم بتسجل فيه. معايا؟ ولما العلماء حاولوا يدخلوا داخل الذره ويلعبوا في البرنامج الطاقي اللي حواليها، حصلت حاجه غريبه جدا. انفجرت انفجار مزلزل، واخترعوا القنبله الذريه. القنبله الذريه ما هي الا اللعب في برامج غير ما في نفسك وانا هاديك.
كأن بالظبط ربنا مثال كده عشان يوضح لنا الصورة. ربنا مركبك عربية وداس البنزين وسافر، عملت الدرسون يمين انت اللي هتروح يمين، عملت الدرسون شمال انت اللي هتروح شمال، وانت علينا الهدى. وبالتالي لما ربنا قال في القرآن يريد الله بكم اليسر، هو عاوز لك اليسر وهداك اليسر، إما يسر لك أو يسر لك وإنت سر. عشان كده قالها واضحة في القرآن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى من العمل أنت أهو فسنيسره لليسرى. واما انت برضه سبب في الفريكسيون، من بخل واستغنى وكذا بالحسنى، يا عم تفاول ايه؟ تفاول ده حسنى، الخير ده حسنى، يا عم الناس اللي عايشين في الساعات دول خليك واقعي، واقعي الدنيا جحيم، عيش في الجحيم وفكر الدنيا جحيم، خليك واقعي. ماشي؟ خلاص؟ التفكير التشاؤمي السلبي هو الواقعيه. فكذب بالحسنى وفكر في التشاؤمي الواقعي فسنيسره للعسر. هتلاقي الواقعية ده بيجي له كتير برضه، واللي بيفكر فيه بياخد كتير مع بعض. الدنيا جحيم والبلد خربانة والدنيا واقفة، فكر منطق. حاضر، لو خددت في نطاق تفكيري استفدت منه معلومات هتوقف الدنيا أكتر. هقول ما خدت أكتر، هيجي لك معلومات أكتر وهتطلع ويحصل لغاية تفوق وتغير ما في نفسك فيتغير ما حولك. فلما المجموعة والناس في العمل الجماعي كل واحد فيهم يبدأ يركز على سلبيات الآخر بيعمل إيه في الجماعة؟ بيخرب. وده اللي حصل في المجتمع الإسلامي لما كل واحد فيهم المجتمع العربي كله عمال يبص على سلبيات الآخر. ده طالع بيتكلم يفضل قاعد في والله العظيم أنا بيوسع معايا عليا قاعد فاضي يمسك الحلقة كلها عشان يطلع الخطأ. وبعدين ياخد الخطأ يروح يعمل بيه حلقة تانية. اليوم التاني واخد الخطأ ورايح بيعمل حلقة تالتة. وعيشوا في الأخبار وكان عمال يتعارض ويتعارض ويتعارض. قدمت كلمة لمؤلفكم مهندسين وبإذن الرحمن هتكونوا إن شاء الله ليكم دور في تطور البلد وفي صناعة البلد. ربنا قال آية في القرآن أرجو تفكروا فيها بعد، والآية دي هي قانون ومعدة بما أن إذا هتكونوا هندسة بعد الآية بما أن إذا ربنا قال في القرآن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللي بيرث الأرض هو عباد الله الصالحون. ركزوا كويس قوي عشان تفهموا الآية دي بعمق. مين اللي وارث الأرض دلوقتي؟ ايه ده؟ بس هم مش صالحين. احنا فاهمين الصراحة. الصالحون لأعمارهم. عشان كده ربنا بينصر الدولة الكافرة ولو كانت عادلة. العادلة ولو كانت كافرة أصلا، ربنا بينصر الدولة الكافرة ولو كانت عادلة لأن العدل صالح لأعمار الله. الكفر ده هحاسبك عليه لما تجيلي. أنا هسيب الأرض للي عمرها. فلما كنا زمان بنعمر في الارض بالعلم والتكنولوجي واول الابحاث والعلوم كان ميراث الارض عندنا. لما فوقنا بقى لشغايب بعض والتهذيب والانتقادات وناس جت ثانيه غيرنا بدات هي اللي تعمل العلوم انتقل ميراث الارض ليهم. يبقى لما نعوز نرجعه نعمل ايه؟ قد يكون في ناس بتعمر الارض ولا تعمر الاخره. لكن اللي هيعمر الارض الاخره هيبقى احق بالميراث. وكلمه الارض دي مش مقصود بها الارض كمان كل ارضيه، لا ده الارض في كل بلد والارض في كل حته. يعني لو انت في موظف في شركه وهدفك تعمير الشركه موافق ان ربنا هيمكنك منها هناك عم تتطور تاخد بوزيشن كبير في الشركه وهيورثك شيء او قسم او مجال انك بتعمر في الارض. عمال تطلع معلومات وتفيد وتعمر في المكان بتاعك. لو مجموعه مهندسين عايزين يعمروا القريه بتاعتهم والمحافظه بتاعتهم ربنا هيورثهم الارض الحته دي وهيبداوا ينتجوا ويبداوا يبيعوا.
نسف لك الحته دي لان هم عارفينها، وطلع لك ان اللي بيطلع عينيه بيتحارب وبيتكل على روحه هو المبدع وهو اللي عاوز يعمل. فخلاك لا تثق بالله. وطبعا كده انت اسئله الصدر بقى عندك قناع غير ربنا قالها. ربنا بيقول لك لو عمرت خليك تمسك، وهم خلوك تمسك في القاعده دي بانك لو ماشي كويس هيتزوق في البيت. فانت عبدت مين؟ ها؟ عبدت الامل؟ خلاص اسأت الصلاة بالله. لما ربنا يقول لك لو انت عايز تعمر الارض هنمكنك الارض، وهم يقول لك لو انت عاوز تعمر في الارض هيطلع عينك وهيحبوك وهيدمروك، وانت صدقت ده يبقى معناها انك اسأت الصلاة ده صح؟ الظانين بالله والنسل عليهم التسلل. عشان كده ربنا بيقول في القرآن آية خطيرة قوي، انتبهوا ليها بالله عليك برضه كجماعة بقى وكفرد، كان برضه وقاعدة بما أن إذا كان حقا علينا نصر المؤمنين. والله العظيم القاعدة دي ممكن تكون بحياتك كلها لو شفتها صح، لو وعيتها صح. يعني إيه كان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ربنا بيقول لك حق علي هنصر المؤمن، بس خلي بالك بقى المؤمن هنا تحتمل مؤمن بان انا هفتح الباب، وتحتمل ان انا اؤمن بالله. سيدنا عيسى عليه السلام بيقول لو كان في قلب احدكم مثقال ذره من ايمان ثم امر الجبل ان يتحرك لتحرك. نفس الايه بالظبط، كان حقا علينا نصر المؤمنين. معايا؟ الايمان ده معمول فيه ابحاث مرعبه. مرعبه بمعنى الكلمه، وصل فيها الابحاث محطوطه تحت النطاق السريه الكامله، لان هم عملوا معجزات. بالمناسبه الراجل العادي هو مش جني على فكره، كان ايام سيدنا سليمان نقل عرش القيس، كان عارف الطريقه المؤديه، ما كانش عنده اجهزه، ما كانش معاه الكترونكس. يبقى انا مهم بقى نفهم في الحته دي ان كل ما كان الفرد مؤمن بانه هيحقق هدفه ربنا هينصره. طب لو المجموعه مؤمنه، شوف ايمانهم هيضرب واحد زائد واحد تربيع ورب الله مع الجماعه. فلما احنا قسمنا فهم حديث سيدنا محمد امنا بان الناس هيدونا ويوم ما نؤمن ان احنا هنبقى حاجه، هنبقى حاجه ان شاء الله. فارجو ان انتم ان شاء الله الرحمن تكونوا لبنه في ان انتم ممكن لو طلع من القاعه دي. بس بالمناسبه علماء الطاقه بيقولوا ان الشخص الايجابي يعمل من 4000 ل 6000 واحد سنه. القاعه دي لو فيها مثلا دلوقتي 100 او 100 مثلا، اضرب 100 في 6000 بكام؟ ها يا مهندسين يا فاشل يا فاشل، ها 100 في 6000 6000 100، ها 600000. حلوات فيها كم ايه؟ 125000. والله العظيم هتغيروا وجهك انت بس لو وصل حصلت طاقتك وإيمان بإن أنا هعمل حاجة لبلدي ولمحافظتي، واليقين بقى عالي طاقة إيمانك وقوتك هتطغى على كل الفاشلين المتشددين في الدنيا. هتخطى 600000، يعني 3 أضعاف عدد سكان محافظة القاهرة. معايا؟ وبالتالي مع العمل بقى هتلاقوا نتائج مرعبة. مصر كلها محتاجة 20000 واحد يغير ال 80 مليون لو اعتبرنا كل واحد 4000 بس. عشان كده كل العالم دلوقتي مركز على المعلومات الخاصه بالطاقه ونشر تثبيت الافكار، وانك تتفائل بالخير، وانك تكون بوزيتيف عشان تظبط الدنيا الله يخليك، لان كل اللي حصلت بسببنا ظهر في
الفساد في البر والبحر لأنها سبب بين الناس. منها صوصة دبر أنا كسبت أيدينا. وبالتالي من النهاردة حطوا هدف، اقروا، اتعلم، قبل ما تعمل أي حاجة استفيد من خبرات الآخرين. أي حاجة هتدخل فيها هتلاقي فيها ألف كورس كورس أو اتنين، هتذهب من كمية المعلومات اللي أنت كنت فاكر نفسك عليها في الحلوة. تمام؟ هتلاقي حاجات عملها. لو كل واحد فيكم قبل ما يعمل أي بزنس أو قبل ما يدخل أي حاجة أخذ كورس، والله أنا بقول لكم وجه حلوان وحلوان هتغير وجه القاهرة كلها، والقاهرة هتغير وجه مصر. وده المعنى العلمي اللي ابدا بنفسك وابدا وغيرك. ادعو غيرك يعني خليك وراك. مش هقول له انت غلطان، انت غلط، انت كذب. لا، عمرك شفت واحد عصبي بيعلم حد العصبيه؟ بص يا ابني، اول ما حد يعمل حاجه بتنفس وماسك ايده مكسره. بيجيب له دروس العصبيه؟ لا، احنا بناخد دروس من الادب. ما حدش بيحب الادب ونعمل العصبيه. ليه؟ لأن العصبية نماذج الأبناء. بابا عصبي من غير ما يدي دروس، ماما عصبية من غير ما تدي دروس، وصاحبي عصبي والممثلين عصبيين، عصبهم عصبي. هما بيطبقوا قانون العكس، ابدأ بنفسك وابدأ غيرك. ولما نيجي نتكلم في الإيجابي، كلم غيرك وانسى نفسك. عكسنا؟ لا، ابدأ بنفسك هيبدأ يتغير مع حولك لوحده. نشكر دكتور احمد على هذه الكلمه الطيبه اللي اكيد يعني اضافت لنا الكثير واصلحت الكثير من المفاهيم عندنا. واكيد الكلمه دي كانت مسج شائع في قلب كل واحد فينا في حياه كل واحد فينا. فاحنا هنبدا فقره الاسئله، بس قبل الاسئله ناخد مسابقه سريعه كده نشرب بيها الناس وبعد كده نبدا الاسئله ان شاء الله. كابتن باقي ونيل، كم واحد من ونيل باقي؟ البلد شيء لها زوجين، يبقى يعني ايه زوجين؟ كل شيء على وجه الارض له زوجين. اي شيء بحسب الوش اللي هتبص عليه هتاخد وش ايجابي وش سلبي. كل شيء على وجه الارض. عشان كده في ايه ثانيه ربنا قال لنا آية تخلينا نركز مع المعطيات في القرآن مع حدود اللي بيشغل مخه، مش الشخص كده اللي قاعد عايز يقول حاجة بسهولة، لأن المعطيات دي كلها بتخليك تخش الجنة، فده كتاب فيه الكنز، مش هتلاقي معلومات سهلة، في حاجات بيشغل مخ. عشان كده ربنا قال لك شغل مخك، ما تعتمدش على تشغيل مخ آخرين، وإلا هتاخد نفس مرحلتهم. معايا؟ قال لك في آية ثانية برضه نفس المعنى بس بصياغة ثانية. إن مع العسر، فالعسر جاي معاه وشين، معاه مش بعده. وفي آية تالتة إن بعد العسر يسر، عشان يعرفك إن هيجي كمان بعد عسر، معاه معاه يسر وجاي بعد يسر، فلا يهزم عسرا يسرين. تمام؟ فلو أنا لقيت المجموعة ما بتحبش شيء معين، اعرف إن هي بتبص للجانب السلبي بتاعه. خد منهم معطياتهم واقلبها. ودي ليها كتابات كتير لو في كورس على الليدر شيب بنتكلم فيه بالتفصيل بقى عملي، بس انا بوجه نظري انت بقى ابدا اعملها لغايه ما يجي محلها. الفت انتباهه لشيء ايجابي في الحاجه دي وخليه يعملها، هتلاقيه عملها بمنتهى الحب وبمنتهى. يعني لما يجي مثلا مثال على السريع، لما يجي واحد يقول لي انا تعبان وعندي الم شديد جدا جدا جدا، يا الحمد لله. ايه؟ اقول لك الحمد لله، ده انت كده من يوم ما تعبت عمال تكفر كميه ظروف غير طبيعيه. بجد؟ والله العظيم. وعلى العداد عمال ينزل 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 لغايه ما الظروف تخلص من مرض الوقت. والله العظيم بتتكلم بجد؟ يا الله الحمد لله الخلقه اتغيرت معايا؟ حاجة كمان بقى
ولان المرض بيبقى جاي عشان يكفر ذنوب، لو انت استغفرت هتسرع انه يمشي، موجود بيتغذى على الذنوب، فانت شيل الذنوب بس تعمل في نفسك تغير تحول. وامثله كتير بقى، فلو لفت انتباه الشخص للجانب اللي جاي اي شيء بقى، اي شيء. على مره ايام الثوره واحد سالني قال لي يا اخي هو انت على طول متخيل كده؟ انت مش عايش معانا. وطبعا مش عايش معاكم، مش عايش بجد يعني، خليكم انتوا على ظهرك. بص مش هو بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائده؟ قال لي اه روح حلو قوي، اي مصيبه تيجي ابص مين اللي هيستفيد روح اقطع اخد نفسي ليه؟ قال لي نعم ازاي يعني؟ اوديك مثال عملي؟ قال لي اه. قلت له مش الثوره قالت؟ قال لي اه. قلت له الدنيا باظت؟ قال لي اه. قلت له الناس اتخنقت؟ قال لي اه. ربنا ينفع عمرك احنا بنعمل نفس مستفيد. يبقى انا مع الايجاب اخلي الناس الايجابيه اكتر، يوم ما الناس كلها تتعب هعالج انا كده مستفيد، كده مستفيد، انا عايز يكون ايجابي، ايجابي هساعده ولما يتعب هعالج انا في الحته مستفيد. يعني السؤال التاني كان بيقول ازاي انصح واحد بشيء هو حاجه بيعملها غلط، ازاي انصحه فيها الحاله ديت بحيث ان هو يعني ما يتقش مني. نعمل بامر ربنا سبحانه وتعالى، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وايه ثانيه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحديث ثاني، بشروا ولا تنفروا. وتكمله الحديث ان معظم الناس بيعملوا عكسه، يسروا ولا تعسروا. دلوقتي بيعسروا بحجه ايه؟ الاحبط. خلي بالك سيدنا محمد كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما، يعني السنه يقول لك لا خد اصعب احوط عكس السنه. معنى فلما تيجي تدعو حد الفت انتباهه للايجاب واوعى تلفت انتباهه للسلب. ما تقولوش بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، لا قول له لو كنت عملت كذا وكذا وكذا كنت هتبقى كذا وكذا وكذا بس. ثانيا ان استطعت تطبق قدامه وقدم نموذج لحد قدامه. ثالثا هي مره او مرتين وسيبك من الدنيا، لانك كل ما ادلح هيتولد عنده عند وهيربط انك مصر وهيحس انك عاوز تسيطر عليه فهيتولد جواه نفور اكتر. اخر حاجه وانت بتنصحه تقول كده من جواك، انا مش فارق معايا سمع الكلام لو ما سمعش الكلام، دي حاجه بيني وبين ربنا. لو فرقت انه سمع الكلام ده غلط، ده كبر، ده مالك؟ لانك لو انت بتفرح لما يسمع الكلام اوتوماتيك هتزعل لو ما سمعش الكلام، هتعمل حاجه غلط. ربنا بيقول في القران الايه دي مالكش دعوه، ما عدا الرسول الا فان تولوا اوعى تزعل. فما على رسول الله لانك لو زعلت هتضطر تسيطر، تضغط وتخوف وتهدد وتنفره، مش هيعمل ده. حتى ربنا قال للانبياء وسيدنا محمد تحديدا عليه الصلاه والسلام، وذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. تمام؟ هتكلم قصه مره حصلت لي ايام ثانوي، واحد ما كانش بيصلي كان بيقولها ما بصليش يا عم وبتاع وكده، كل الشباب كنا بنلعب باسكت بول كرة سلة، وكل شوية يا عم انت ما تصليش يا اخي اتق الله يا كذا، كل شوية بيبطل اكتر وبيقوم مع ان في البوظان اكتر. فقلت لهم في يوم بصوا ما حدش يكلمه خالص، تمام؟ ركزوا في المثال بقى، عادي مش فارق معايا انسان ما تصليش مش فارق معايا عادي، دي حاجة حقك حر، ربنا قال ما شاء الله ما شاء الله كنت حر، هو اللي هيحاسبك مش انا. هتلاقي ليه؟ على فكرة لو زعلت ان حد عمل حاجة غلط ده حساب مش دورك، انت كده بتحاسبه. ولو فرحت انت كده اديله ثواب، تمام؟ معايا؟ احنا عاوزين ونرغب ان الناس كلها تكون مهتديه بس ما نفرحش. ربنا قال في القران لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. انا مش فاهم معايا الاثنين بس يا سلام لو حصل كذا احس بالراحه والسعاده. معايا؟ عكس الفرح. مهم.
فسيبناه كده بتاع اسبوع كامل كنا بنلعب ماتش باسكت بول بعد المدرسه كل يوم في الثانوي. وبعدين جيت السابع والثامن، يلا ابراهيم يلا يا حاج صلي، انا ما بصليش، يلا يا حاج يلا كذا، لا بصلي كذا انا بصليش ما بصليش عادي، صلي عادي يلا كيف صلي معاك عادي، دي حاجه هتخسرني في الدرايف مش فارق معايا مش ايه والله اكبر ودخل الاسنان ايه يا عم اوتوماتيك لو انت عملت كده الله اكبر الله اكبر اوتوماتيك هتنهار تموت نفسك كده وحتى خلاص دي حاجه خاصه بيهم وتمام وبتحسس غيرك بالضعف فرحان الله اكبر ليك ايه يا عم ايه الله اكبر ايه يا عم كانك واحد ضعيف وما صدقت اثبت لك على حق في واحد دخل معاك ده سلوك الضعفاء على فكره معايا كتير عليك جنتل جنتل كان سؤال تاني ازاي اوازن بين الواجبات المفروضه عليا وبين دوري او المتابعه يعني ازاي اجد الوقت اللي يكفي الاثنين مع بعض بانك تشركهم في بعض انك تقعد تحط هدفك وانت بتحط الخطه يكون نيتك في الهدف انك تفيد مجتمعك يعني لو انت النهارده حطيت هدف انك تكون اكبر مهندس في شركه كذا في منطقه كذا وهكون كده عشان افيد بلدي وافيد منطقتي معايا البلد محتاجه لمن ينهض بها علميا مش لمن ينهض بها تبرعيا ولا من ينهض بها مساعدتيا اقول لكم معلومه نفسيه عاوز تخرب اي بلد ويؤسفني ان اقول المعلومه الصادمه دي انزل اتبرع كل شويه وانزل ادي فلوس للناس وانزل وزع عليهم هدوم وخليهم عاملين سجل في يوم تاني خليت ناس من المجتمع بعد كسلانة وضيعت وقت الناس النشيطة في انها تخلي كسلانة جلدة كسلانة صح ولا غلط؟ عمرك فكرت فيها كده؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان على فكرة لو الفقير سبته محمد سعد هيقول لي مش هيسيب نفسه لو قلت له انت السبب خليك لا ده يا شغل هيعرض لك قضية نشأة كذا حرفيا ولو ما ساعدتوش مش هيسيب نفسه يموت هيقوم يشتغل يبقى انت كده ساعدته سيدنا محمد جاله واحد فقير قال له يا رسول الله انا قاعد على الصراط ما حلتيش حاجه خالص وعندي عيال ما فيش اكل قال له هات لي اي حاجه عندك ما عنديش حاجه قال له هات لي اي حاجه قال له ما عنديش غير شويه قال له هات قام رايح جايبه قال له الشمال اهو سيدنا محمد عامل اول مزاد في الاسلام مين يشتري الشوال مين يزود مين يزود بيبيعوا له بمزاد بيع راح الشوال اللي ما يسواش ربع دينار تم بيعه ب2 دينار قال له اتفضل 2 دينار اهو دينار تروح تجيب اكل لعيالك ودينار تروح تجيب فاس وتجيلي راح كان بدينار فاس وجابه قال له عندك غابة وشجر في المنطقة الفلانية كل يوم تروح تجيب حطب وتجيبه هنا وانا عليا وزعه فهمتوا بقى اللي عايز يجيب المجتمع يعمل ايه؟ صباح الفل بالمناسبة بره بيمولوا الجمعيات اللي بتساعد على الكسالة والكسالة عشان يكونوا قاعدين نايمين والشباب النشيط موجودين وده تبقى زي ده تبقى انت بقالك سنة كل اللي عملته ساعدت المحتاجين ساعدت في حراره ولا في الوضع حاجه ولا انت خليت الكاس ده يفضل اسمك السؤال اللي بعدين يقول ازاي امشي في طريق نجاح واثبت على هذا الطريق ازاي ان انا اصبر اقوى من نفسي يا سلام الدكتوراه دي لا انصحك انك تاخد كورس ليها علاقه بالتغيير والتفكير والاهداف والثقه بالنفس كل دول ياخدوا هي عوامل كتير قوي 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 كانك جاي بتقول لي ازاي اخلي العربيه بتاعتي تفضل ماشيه في المفروض اقول لك ادرس ميكانيكا وخد كورس سواقه عربيات وافهم الطرق واعمل دراسه ليها تفضل ماشي عربيه فالموضوع كبير انت بتتكلمني في حاجه ليها علاقه بقياده النفس ولكن هقول لك نصيحه سريعه خلي دايما طول الوقت هدفك هو اللي قدامك مش العوائق هي كل واحد فيكم دلوقتي لو قلت له ما قمتش
انت السبب. فوز في العوائق دي وحط الهدف اول قدامك هتوصل. زي ما قلنا قبل كده كل حاجه في الدنيا ليها طاقه. فلانك لو سالتك ايه اللي خلاك ما حطيتش هدف النهارده يا حلو، هتكتب لي كل العوائق اللي انت عمال تفكر فيها وتستفيد منها طاقه وبتزودها، وانت السبب. تمام؟ يلا. طب احنا ممكن ناخد مداخله ونكتفي. طيب مداخله ونكتفي عشان انا عندي فعلا كورس في البلد اللي جنبكم. حد عايز يسال في المايك؟ مفيش مشاكل. طيب. دكتور احمد بس يقرا، في حد قاعد يسال. دي ليزيا. طيب قبل السؤال اسمحوا لي اجاوب على المسج اللي جات لي. في حد بس بعت رساله بيقول انها سريه للغايه، بس فيها موقف صعب هو تعرض له في حياته، والمقاله قالها بصوره عامه يعني والكل هيكون مشارك فيها عشان هي مهمه جدا. والموقف ده اتعرض فيه لظلم شديد جدا، والظلم ده اثر عليه نفسيا، وناس تسببت له بمشكله كبيره واوذي فيها جسديا وجسميا ونفسيا، وعمال يفكر في الظلم ده ومخنوق، والظلم ده هو اللي عامل له ازمه نفسيه ومخلي حياته ملخبطه. هو مبدئيا انت لانك اخذت الظلم المنظور السلبي وقعدت تفكر فيه بسلبياته هو ده اللي دمرك. ممكن كل واحد بعد اذنكم هنعمل تمرين رائع هتوريه عليكم، هتوريه عليكم ان شاء الله. كل واحد يمسك قلم في ايديه ويرفعه لفوق كده. قلم او اي حاجه تضيعها، او ورق اي حاجه. لو معكش قلم طلع ورقه تضيعها في زي القلم، يلا امسكها كده خلاص خليها قدامك كده، وافضل اضغط بكل قوتك ما تسيبش القلم في الارض. جامد قوي 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 اكتر. شد حيلك. ها جابت يا ويلي جابت كمان. مين اللي ايده ما وجعتوش؟ طيب بالراحه طبعا قلوبكم وجعتكم وجعتكم جدا. بالراحه افتح ايدك كده بالراحه 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 نسيب الوقت. سلام عليكم. الألم هو المشاعر السلبية، كتمك للمشاعر اللي مش عايزة تطلع بيخليك تتعب منها لما ماسكها جواك. ماسكها جواك فانت مش عايز تطلع. الموقف ظالم فانا كاتبه جواك، مش عايز اتضايق، مش عايز اتضايق، مش عايز اتنفس، مش عايز احسن. اكتب جواك لما تتضمن. سيب اكتب سيب اكتب اتخيل براحتك. طلع الخنقه سيبها يتنفس عنها عشان تطلع بره الجسم. سيبها. اي حد حصل له موقف فيه خطوه غلط غيرها بتفكر فيه، واعرف انك هتعيط. سيب نفسك، اوعى تمسك نفسك، اوعى تمسك نفسك، اوعى تمسك نفسك هتتعب. البكاء اريح حاجه ربنا مديها لنا وسنه نبويه والله يا طارق يا سلام سيدنا محمد بكى. فكر في الشيء اللي معاك بدي تطلعه وما تقوليش مش هعيط، هتعيط طلع من دي. طلع منديل وفكر في الموقف. يلا هتدعوا عليك جلسه العلاج الجماعي، هتدعوا لي عليها بالحكم دي واحده بس بسرعه. فكر في الشيء في الشيء اللي خانقك، هتلاقي نفسك جواك فكه مسكت مش عايز تطلعه. لا سيبه، انا ماسكه ليه؟ سيبه سيبه يخرج. بحس بالخنقه واتقلب وعيط ونزل الدموع، قول انا هسيبها تخرج وانا ماسكها جواك طول السنين اللي فاتت دي ليه؟ وكل ما اجي اقرب منها لا لا اسيبها تاني ليه؟ يا عم خليها تخرج تطلع بره، تطلع بشكل عياط، تطلع بشكل قلق، تطلع بشكل خنقه، تخرج بسلامه. باي 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 باي. واوعي توري له وشك تاني. مع السلامه. وسيبها تطلع بمكان هدوء
لو عملت التمرين ده بجد هتحس بمنتهى الراحه زي ما سبت الالم اللي ايدك حاسس بالراحه. هتحس بالراحه النفسيه زي كده تحس بالراحه المثابت المشاعر بتاعتك. لا كنت كاتبها ونعمل كده عشان ما تنساهاش. احنا بنعمل كده مع الضحك. بنضحك بجد نستمتع بيه بجد فبنرتاح قوي. عمرك ما جيت بتضحك هيوجعك برضه لو كده. لو كنت في يوم من الايام قاعد في وسط حد زعلان وكاتب الضحك كاتب الضحك هتخلي الموضوع ده كاتب المشاعر دي. ناخد السؤال بالمناسبه كمان انت اتظلمت يا راجل يا طيب او يا استاذه يا طيبه اللي بعت الورقه. والمظلوم له دعوه لا ترد. ده يا ريت تصرف يا ريت تصرف. ده انا واخد كارت من ربنا على طبق الذهب. لك دعوه لا ترد. بس خلي بالك خليك ذكي وادعي لنفسك بدل ما تبقى وتدعي على نفسك. هو في كده هياخد حقه؟ ما انت لو دعيت عليه ضيعت الدعوه. يا ذكي ذكي زي واحد مثلا اتظلم فقام جاي له مليون دولار قام واخدها وجاي بيهم ربنا مفكر يا عم استغل اليوم وظبط حياتك. هو هيفكر لوحده. استغل الدعوة وادعي لنفسك. اتفضلي. قربي معايا شوية. كمان. حضرتك قلت لكل واحد فينا ربنا خلق في ميزة معينة حاجة هو الوحيد اللي عنده. أنا ما قلتش كده. الفخر ابن معلم. لا دي معلومة غلط. طب كملي السؤال وبعد كده. أنا عايزة أكتشف الهند. طيب. الأول حاجة أنا عملتها إن أنا عشان تكتشف الكنز اللي بيطلع مسكين عليه دلوقتي. عشان تكتشف الكنز اللي جواكي هتاخدي كورس على تاخد نفسك في اي حته وتاخدي كورس على الاهداف. دول هيفكروا في الثقه اللي جواكي. ازاي تحط هدف في حياتك؟ نو سيستم عملي نو سيستم علمي هيتحط تطلع كل اللي جواك. بس في نقطه مهمه بقى. كل واحد فينا جواه علبه كبريت. ده مثال مجازي يعني. كل واحد فينا جواه علبه كبريت والعلبه متقسمه لمربعات صغيره. كل مربع موهبه وميزه. اللي هتنقط فيه ميه هو اللي هيلبت ميتها. وصلت؟ انت لما تاخد كورس ثقه بالنفس وتاخد حاجه في الاهداف وترسم حياتك هتنقط على اللي انت عايزه يفيدك في حياتك. هتبدع. تمام؟ ده مختصر لكن الموضوع كبير. ناخد سؤال تاني عشان الوقت ده يجيبه. ازاي واحد بيتعلم؟ قرب منه ما سمعتش، سمعت ازاي واحد مبسوط اكتر. ازاي الواحد بيتعلم اي موقف زي مثلا ممكن الواحد قرب المايك. ازاي الواحد بيتعلم مع اي موقف هدوء زي مثلا ضغط ضغط الشغل او ضغط السواقه مثلا عايز تتعامل مع اي حاجه بهدوء شوفها لعبه. يعني ايه لعبه؟ علماء النفس بيقولوا معلومه جميله جدا. بيقول لك الحياه هي عباره عن لعبه. خدها كانها لعبه. بالمناسبه انا عامل على الفيسبوك بوت اسمها لعبه الحياه جيم الحياه. اقروه هيديك نقله رائعه في حياتك. على الفيسبوك احمد عماره عربي وانجليزي او facebook.com ايه نقطه عمارة اللي هي 3 اي اي ار اي. تمام؟ لو انت بيقول لك اي مكان اعتبر نفسك مش في المكان ده. لو انت في البلد مثلا زحمة العب لعبة حلوة. قول ايه البلد الغريبة دي؟ ايه الناس دي؟ ايه الطرق دي؟ ربنا يكون في عونك. وابدا بص على اللي حواليك بيهبطوا جنب كتر الزحمة. وبص على التاني عمال يزعل في التلفزيون ربنا يكون في عونه. انا البلد دي شكلها غريب انا مش من هنا. بكره باذن الله لما انزل اجيب اي حاجه عارف اسلم بيها. البلد الغريبه دي هتتخنق؟ هتتضايق؟ والله العظيم هتحس بمتعه غير طبيعيه. انا عملت كده لدرجه ان انا حاطط الكاميرا معايا في العربيه. من الطريقه ابدا اصور النكت اللي حواليا.
قمه الاستمتاع، وصلت لدرجه ان انا ساعات بقول نفسي انه يزعل. هطلع حاجات حلوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تعتبر نفسك مش من هنا ومش من البلد ما عادش حاجه تخنقك. هتفكر تعمل ايه غير كده. فلو اعتبرت نفسك مش من البلد اصدقوا، لو اعتبرت نفسك غريب سايح من السياح زي ما سيدنا محمد قال عيش في الدنيا كانك غريب، انت مش من هنا اصلا، انت مكان غريب. فانت قلت ماشي في الدنيا لخبطه وفي اذى وفي اكل، ايه غريب كده مش من هنا، انا من هناك وراجع تاني ان شاء الله. فعمرك لا هتتخنق ولا تتضايق وهتبقى عايش في السحاب. واول ما يبداوا يقولوا لك يا بارد اعرف انك وصلت. استاذنك بس انا عندي كل ساعه مباراه، معلش اشوفك على خير ان شاء الله باذن الله. يعني بشكر الدكتور احمد المرة على يعني هذه المحاضره، اكيد اضافت لكل واحد فينا ان شاء الله.